عشان نوضح الصورة لحضراتكم بشكل أكبر، خليني أخد على الهواء مباشرة من مقر النادي الأهلي بمدينة نصر زملائي الأعزاء المتألقين، سواء فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي المجتهد والمميز، وأيضا المتطورة جدا جدا سلا حامد. يا فاروق، أهلا بيك في البداية. طبعا كل التحيه ليك يا امير، طبعا برحب بزميلتي العزيزه سالة حامد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني عايز اخد من كلامك يا امير، النهارده حلم من احلام اعضاء النادي الاهلي بفرع مدينه نصر، جزء جديد من اركان البيت الاهلاوي بيضاف الى البيت الكبير بيت النادي الاهلي، وصفحه كبيره جدا من صفحات برنامج عائله النادي الاهلي النهارده بتطوى وبتاخد علامه صح، علامه بالكامل النهارده افتتاح الباركينج الخاص باعضاء النادي الاهلي مدينه نصر، اللي زي ما قلنا يا امير هو كان حلم من احلام اعضاء مدينه نصر النادي الاهلي مدينه نصر منذ انشاء النادي وتعاقم مجالس اداره. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب بيوفي بوعده، بيوفي بالعهد اللي قطعوا عليه وقطعوا مجلس اداره النادي الاهلي بانشاء الباركينج. النهارده طبعا بيتقدم الحضور مجلس اداره النادي الاهلي طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، مجهود كبير. والباركينج زي ما انت يعني استعرضت وقلت، والمساحات اعتقد الزميله سالة حامد برضه هتقربنا اكتر من صوره الباركينج وتفاصيل اكتر يا سالة على الباركينج النهارده. مشكوره جدا طبعا يا فاروق، وبرحب بيك واكيد برحب بكل جماهير النادي الاهلي واكيد بيك زميلي امير. يمكن طبعا يا فاروق خليني في البدايه اكلمك شويه عن التفاصيل الخاصه بالباركينج او الجراج لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن خليني اقول لك يا فاروق انه الباركينج بيتسع او مساحته هتكون 3000 متر مربع، وتقريبا هيستوعب يعني 1000 سياره زي ما زميلي امير قال. كمان يعني خليني اقول لك على التعليمات اللي حطتها اداره النادي الاهلي لكل اعضاء وعضوات النادي الاهلي اللي هيكونوا ليهم الاحقيه ان هم يركنوا سياراتهم طبعا وعربياتهم داخل الباركينج الخاص بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر، انه من ضمن التعليمات هيكون كل الاعضاء لازم تكون معاها كارنيه العضويه عشان يقدروا ان هم يدخلوا جوه ويركنوا. كمان ممنوع يعني وجود الزائرين داخل الباركينج، وان الباركينج يعني ساعات العمل بتاعته هتبتدي من الساعه 6 الصبح حتى الساعه 12 في منتصف الليل. دي هتكون ساعات العمل اللي هيقدر فيها الجراج او الباركينج يستقبل كل اعضاء وعضوات النادي الاهلي عشان يقدروا يركنوا عربياتهم جوه الجراج. ويمكن بعد التوقيت ده يا فاروق يعني بعد الساعه 12 في منتصف الليل هيبقى ممنوع وجود اي سياره او عربيه او ان حد يدخل يركن يعني في الجراج في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يمكن النهارده فاروق يعني افتتاح الجراج زي ما زميلي امير قال، اللي بيوعد بيوفي واللي بيوعد يعني بينفذ. يمكن كابتن محمود الخطيب كان يعني من ضمن برنامج عائله الاهلي، يمكن ده من ضمن الحاجات اللي هو كان عايز ان هو يحققها ويعملها داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، عشان يمكن كل اعضاء النادي الاهلي كانوا بيشتكوا من ان هم مش قادرين ان هم يركنوا في جراج خاص ليهم في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، ولكن الحمد لله النهارده الحلم بيتحقق. ويمكن شايفين يعني دي طفره انشائيه كبيره جدا داخل فرع مدينه نصر. طيب يعني عايز اخد يا امير ايضا من كلام مساله، واحنا بنتكلم واخدين انتوا على السخن قوي، واحنا بنتكلم على دور مجلس اداره النادي الاهلي، لكن خليني برضو ان انا اوجه الشكر للدوله المصريه طبعا. اوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تسهيل كافه يعني الامور اللي تمت، ويعني مجهودات وامور تمت من الدوله المصريه، وان النادي الاهلي يا امير كاحد المؤسسات الوطنيه اللي بيسير بخطى يعني متوازيه مع الطفره الانشائيه اللي بتشهدها الدوله المصريه او محيط النادي الاهلي هنا في مدينه نصر يا امير. يعني اكيد طبعا. الصوره معاك، انت عارف طبيعه المكان هنا في مدينه نصر، طفره انشائيه بتشهدها الدوله المصريه في كل مكان، خاصه مكان او مدينه نصر بالتحديد. فان النادي الاهلي ان هو يسير بخطوط متوازيه في نفس اتجاه الدوله المصريه طبعا. وايضا المجهودات او الامور والتسهيل اللي قدمتها الدوله المصريه برضو من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي لازم نوجه الشكر للدوله المصريه. طبعا طبعا ده امر غايه في الاهميه في الحقيقه، وفي ظل التطور الملحوظ في الطرق في مدينة نصر، فكان مهم جدا في منطقة حيوية زي دي متواجد فيها مقر نادي كبير زي النادي الأهلي في مدينة نصر، كان لازم يبقى فيه سيولة مرورية بشكل جيد، وده فعلا اللي حصل. فأكيد كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على هذه الجهود الكبيرة. لكن خليني أسألك يا سالة، وانتوا بصراحة يعني قلتوا كل التفاصيل وقلتوا كل الأمور، ودي حاجة تحسب لكم بشكل مميز، لكن عايز أحط الناس في الصورة بشكل أكتر. يعني أعضاء النادي الأهلي اللي بيروحوا مدينة نصر هيخشوا الجراج إزاي؟ هل لازم يعرفوا أو الناس وهم داخلين الجراج يطلعوا الكارنيه، ولا بتخش تركن وبعد كده وانت داخل النادي بتطلع كارنيه العضوية بتاعك؟ الأمور بتبقى ماشية إزاي؟ وبالتحديد كمان عايز أسأل على الرسوم الراكنة داخل الباركينج ده،
عباره عن ايه؟ الترتيبات بالتحديد بخصوص الجزئيه دي ماشيه ازاي عشان الناس تبقى عارفه بالتفاصيل يا سلام. خليني اقول لك طبعا زميلي امير انه كل اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو يركن في الجراج الخاص بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر عادي جدا ممكن يخش من البوابه بتاعه الجراج ويطلع ويبين يعني كارنيه العضويه لافراد الامن، وبعد كده يعني في بعد الجراج في يعني مكان يقدروا اعضاء النادي الاهلي يدخلوا فيه مباشره لفرع النادي، مش يدخلوا يعني من البوابه الرئيسيه، لا يعني يدخلوا عادي جدا من الجراج لفرع النادي. كمان خليني اكلمك عن الرسوم، يمكن إدارة النادي الأهلي يعني حطت من ضمن التعليمات إنه بعد 3 ساعات من وجود السيارة داخل الجراج هيبتدي من 3 جنيه أو لحد يعني 10 جنيه، هي دي هتكون الرسوم لأي سيارة هتكون متواجدة في الجراج الخاص بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر لكل أعضاء النادي الأهلي طبعًا. يعني أول 3 ساعات من غير أي رسوم خالص. بالتأكيد بالظبط. ده أمر مميز جدًا، بالتالي يا فاروق عايز برضو يعني اسالك على التطورات اللي حاصله في مقر النادي الاهلي مدينه نصر بشكل عام، يعني طبعا جزء الجراج ده كان من الاجزاء والمشاريع الهامه جدا جدا على المستوى الانشائي، ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ ايه اللي بيخطط ليه مجلس اداره النادي الاهلي بخصوص مقر النادي في مدينه نصر من تطورات عديده تهم اعضاء الجمعيه العموميه؟ يعني خليني برضو يا امير استكمالا لكلام الزميله العزيزه سالة حامد، خليني اقول لك ان برضو نوضح امر، يعني بوابه الدخول الخاصه بالاعضاء اللي هيدخلوا الباركنج هي البوابه اللي طبعا اللي بتطل على شارع او مدينه شارع النصر، هيبقى الدخول من خلال بوابه شارع النصر والخروج ايضا من خلال البوابه اللي في شارع النصر. انت عارف يا امير ان طبعا النادي الاهلي او مقر النادي الاهلي بمدينه نصر يعني بيطل على 3 شوارع، وشارع حسن مامون طبعا، وشارع النصر وشارع الطاقه، لكن الدخول للباركنج هيكون من خلال شارع النصر وايضا بوابه الخروج من خلال شارع النصر. اتكلم على الطفره الانشائيه اللي بشهدها فرع مدينه نصر، وخليني اقول لك يا امير ان هو اكثر فروع النادي الاهلي اللي شهد طفره انشائيه، يعني كتير جدا من المشروعات الانشائيه اللي تمت بوعود مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وبرنامج عائله النادي الاهلي، بتتكلم على الاسوار، اسوار النادي بالكامل يا امير، يعني تم الانتهاء منها، منطقه الفود كورت واحد من الاماكن اللي يعني مش متواجده فيه كتير من الانديه في الشرق الاوسط، وجود مجموعه كبيره جدا من البراندات موجوده في هذا المكان، ايضا يعني منطقة الألعاب الترفيهية والشلالات المائية، ودي أيضا لأول مرة بتوجد في داخل النادي داخل مصر أو داخل الشرق الأوسط. أيضا خليني أكلمك برضو على الطفرة الإنشائية اللي تمت في الأكاديميات النادي الأهلي وملاعب الأكاديمية، أيضا التجديدات اللي بتتم في المباني الإدارية الخاصة بأكاديمية الناشئين وأيضا الأمور الخاصة بقطاع الناشئين، طبعا مع تطوير في مجمع حمامات السباحه، كتير جدا من المشروعات الانشائيه يا امير اللي بتتم هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. اعتقد يا امير برضو في نقطه انا يعني حابب من خلالك ان اوضحها، ان على الرغم ان برنامج عائله النادي الاهلي تم الانتهاء منه، ولكن في مشاريع اضيفت لم تكن موجوده في برنامج عائله النادي الاهلي تم اضافتها وتم انجازها باذن الله. طبعا دي امور كلها غايه في الاهميه وخطوات مميزه جدا مجلس اداره النادي الاهلي. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر طبعا كمان زميلتي العزيزه سلا حامد على هذا المجهود المميز وهذه الاطلاله الرائعه، بشكركم شكرا جزيلا، كانوا معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. في الحقيقه يعني مجهود ملحوظ وملموس من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بتسهيلات ممتازه من الدوله، بتتمثل طبعا في سياده الرئيس وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلها يعني امور في صالح المواطن المصري وايضا في صالح عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي.